السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة في ميكرو الطنجاوي. وموضوع ديال اليوم شنو هو؟ غلا العصا ديروها بينا. تبارك الله، الله يبارك فيك مرضي خيا ياسين. مجوج تبارك الله، شي بركة مجوج اخايا. خيا ياسين الا قلت لك شحال هذه، شحال كنتي كتسخر ودابا شحال كتسخر؟ وشحال هذه شحال نقول لك، كنا كنعطيو 200 درهم للمرأة كتفرح تمشي تسخر، دابا كتعطيها 50000 كتقول لك مشي تسخر بيدك الخاو. والله الا المرضي ديالك ملي كتمشي تسخر واش باقي كتجيب لك ديك 200 درهم السخرة اللي كنتي كتجيب شحال هذه؟ اش غتجيب؟ انا كنقول لك كنعطيها 500 درهم ما بقاتش كتبغي تسخر، حيتاش 200 درهم كانت كتشيط الراس، دابا ما بقى كيشيط حتى حاجة الخاو. شحال ما ديتي ما يقدك المرض. خاي سعيد تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخاي ابراهيم. متسخر تبارك الله. واش خير على قد الحال وصافي. غنقول لك شحال تقامت عليك السخرة؟ السخرة تقامت عليا ب 21000. تقدر تقول لي شحال كانت كتقام عليك بشحال هادي ودابا شحال كتقام عليك؟ شحال هادي كانت كتنقام عليا نقول لك ديك 15، يعني نص السخرة اللي كدي دائما. نص السخرة. إلا قلت لك أخي سعيد شي حاجة كنتي كتدخلها للدار ودابا مابقيتيش كتدخلها؟ والله بزاف د الحوايج بقينا شي كندخلهم. مثلا؟ مثلا دابا بحال نقول لك جلبانة، يعني فلفل، بزاف د الحاجات ما بقيناش كن غاليين بزاف. وشي حاجه اللي كنتي كتشريها تجيبها للدار ولكن دابا مابقيتيش كتجيبها للدار مره؟ نقدر نقول لك ما بقينا كنجيبوا والو، بقينا كنتسخروا في ديك اللقاطات والسلام. كيلو مخلط بطاطيوا مطيشه بصله، هيدا بنادم كيخلط. الا قلت لك المعيشه كيفاش كانت شحال هادي؟ كيفاش رجعت الدار؟ كنا بخيرين وعلى خير، كنا بخيرين كيقول شي ماشي هادي مهيئ مزيان. اما دابا كلشي واش يقدر حد شي كيلو مطيشه ب 26 درهم؟ وقول لي هذا المسكين سيخدم، قول لها المسكين شنو يقول لنا ديالو؟ الزاقه مسكين يقيل، هي لقات لك واغيط ولا شي حاجه وهذيك. دابا تشوف الحاجه اللي هي كل شيء بالسماء، ما خلوناش شي حاجه. علاش مجددا نقول بسم الله؟ اللحم فين كانت؟ قول اللحم فين كانت؟ قلنا شباب 6000 فرانك 7000 فرانك، دابا تشوف 9000 فرانك. الله يرضى. شوف باش يخدمها الخدام باش يقورها شي يقيل خدام ب 100 درهم ويجيب شي كيلو اللحم؟ لا ما يشري شي والو. شحال هذي كانت قناعه وتبارك الله الانسان كيشري. هو اخر كيمشي للسوق يدي في جيمو 80 درهم و 90 درهم ولا يجي معمر اللوم 80 درهم مالي 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 باش حتى الفراشه للصباط. خاي لقمان تبارك الله عليك. الله يرحم والديك اخاي ابراهيم ومرحبا بك نعادنا هنا يا اخاي ابراهيم. غنقول لك اخاي لقمان ملي كتمشي للسوق كيفاش رجعتي كتجيب الاسعار؟ العافيه ماشي الاسعار، هذوك كلشي عام القرونه اخاي ابراهيم، ما تقدرش يتسخر والله ما تقدر. شي حاجه اللي كنتي كتجيبها الدار دائما وما بقيتيش كتجيبها؟ بطاطا مطيشه قلنا كنجيبوا الخير، دابا قليل في كتجيب شي حاجه قليل. دابا لا تسخر تجيب نص كيلو كيلو د بطاطا راه كتجيب راه عامله قرون ما ديهاش، راه الله يحسن الدرويش العوان وصافي. راه كامل خير لقمان باقي كتسخري في الدار، باقي ما تجوجتيش. اه هادشي باقي ما تجوجناش وكلشي كيتشكى عادك ما تجوج. الله يحفظه صح. دابا شنو الميساج ديالك اللي توجه للمسؤول؟ الميساج ديالنا هي يحسوا بالدرويش ويتعاملوا مع الدراويش ويطيحوا لهم هادشي هذا. راه كنت حتى واحد ما يدي معاه شي حاجه، اقسم بالله لا دا معاه شي واحد شي حاجه، يحسوا بالدرويش باش ربي سهل عليهم تاهو معاه وتاهو. هادشي الغلا اخاي ابراهيم، الناس بوراني كيجيو لنا هنايا كيمشي كيدو الناس كيهود ماطيشه كيهربوا بحالهم هنايا. هذا ديك دي ماطيشه العافيه اخاي ابراهيم، انت كتلتني واقع الخاوه ديالي، والدرويش كيهز لينا الخاو، ما كنهضروا ما نعملوا الخاو، اللي كان في حاجه بيدنا كنا نعاونوا معاهم هنا. وشي حاجه اللي كنتي كتدخلوها دائما الدار ما بقيتيش كتدخلوها؟ النبيره خاويه خاوه، مشي معايا دابا تشوفها بيدك اخاي ابراهيم. يعني النبيره كنسعها مراجعه الخاو. مراه تبارك الله اخاي ابراهيم، دابا بقينا كندوها له الخاو. محمد تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. شحال وانت كتبيع هاد التومه؟ دابا انا 3 سنين، دابا 3 سنين وانا هنا في هاد التومه. تبارك الله تقدر تقول لي الاسمنه ديالها شحال هذه مع دابا شنو اللي تغير؟ تغير دابا تغير بزاف الحاجات، تغير دابا الغلا في اي حاجه، النار زعما بالغلا دابا الغلا بزاف. دابا التومه كسوى 40 درهم للكيلو، شحال عندك تضحك انت؟ التومه كسوى 40 درهم للكيلو، كنا كنجيبوها غير ب 20 درهم، دابا طلع لها 40 درهم. الطوماطيش دابا كتشوفها 1400. ايوا كلشي غادي الله يحسن العون، البوبري راه ما عنده ما عنده ما عيش. دابا سينا كتلاقى مع الدراويش بزاف، والدراويش معروف من كيستعملوا التومه، كيفاش كتعامل معاهم سين؟ كنتعامل معاهم كيتسمو واخا كندعو من الحاجه ديالي براس المال ما كتهمنيش. الله يحسن العون ما عندهمش. ما عندهمش كيدراويش ما عندهمش يمسك الله يكون في العون. تقدر تقول لي شحال هذه؟ يعني تمي كنتي شباب تبارك الله، كيفاش كانت الحياه ودابا شنو تغير بين الحياه شحال هذه؟ تغيرت بزاف، الحياه تغيرت. حنا ساعة ملي كنا في الاول ديالنا في الصغر ديالنا الحمد لله الخير موجود وكل شيء رخيص،
دابا تغير بزاف. دابا حنا التوم، انا التوم كنت كنشريها بشحال؟ كنت كنشريها 100 درهم الكرتونه في 10 كيلو، دابا كنشريها ب 35000 فرانك الكرتونه. 35000. خير رشيد تبارك الله عليك. ارحمني منك اخي ابراهيم. خير رشيد، عندك مونضالين، عندك البنان. خو شات مونضالين الصندوق ديالو شحال كان؟ شحال هذه في مارشي؟ شحال هذه كنا كنشريوها بدرهم 150، دابا كنشريوها ب 450 5 درهم اخو. البنان 8 ونص كنبيعوه 1000 فرنك، التفاح 8 درهم، داكشي 6 درهم في مارشي كنبيعوه 7 درهم، بحال هذه عاد كامله خامجه دي عينك. عندك خير رشيد، كيفاش كتعامل مع الدرويش ملي كيجي عندك؟ الدرويش بوبري كيجي كنديو مع هذيك 150 فرنك درهم، كنطيوها ميكا كيعمر راسو واخا هو سينا كتعرف كتبقى هذيك دي شي عاود بيع واش معطل الله كدير بركه قليله اخا هو والله كامله خامجه. والله الا كامله والله يعني كنجبروها فقع كامله خامجه اخاي ابراهيم. يعني كتعيش واش عاد زعما كنتيو معمرو بيدهم اخا هو انا ما كنعمرش كيجيو كليا بوبراني احسن ما نزول احسن ما كنطيوها بنادم. اه والله دابرينا في ديك المارشي اخويا. لا قلت لك شنو هي الرساله ديالك اللي توجه المسؤول؟ الرساله اخويا يطيحوا لنا في الاسعار اخويا، راه فرعنا برا شي ورا اخي قسما بالله. اه والله اخي ابراهيم فرعنا مره كتعرف حتى العطامه اخويا، كنقيلوا خدامين اخويا كنديو 100 درهم 8000 ديالاش اخويا قسما بالله، كنخدموا الى الساير ميكا محمد شي هذا والو اخويا مبقى مثل الباقه اخويا. بارك الله الله يحفظك اخويا. بارك الله الله يبارك فيك الحبيب. بصح لي تقول لي كيفاش كانت العيشه شحال هذه مع العيشه دابا؟ ولا عيشه قبل كنا عايشين واخا كانوا يعني الفلوس قلالين شويه، يعني مثلا اليد العامله كانت مادا قليله، ولكن كان رخا. انا كنت كنبيع الحوت، بديت يعني قول بعت الحوت في 73 في السوق برا، كنا كنبيعها ب 20 فرنك الكيلو في الحوم في هذه السوق ديال سيدي بوعبيد، وبعت هنا في 87 حتى 2005. انا ما كنشوفش دابا، يعني مكفوف، ولكني كنا كنبيعوا حتى انا بجوج درهم 3 درهم. دابا عرفتي 30 درهم 40 درهم 50 درهم، 20 30 درهم 40 درهم، النهار اللي كيكون رخيص 20 درهم، النهار اللي كيكون الحوت رخيص. وكاين بنادم مسكين ما كيجبرش حتى باش يعمر حتى البوطه. الغلا بزاف هاد الناس البرزوازيين قداو علينا بصراحة، كيقول لك كذا، وحنا تبارك الله المغرب عنده جوج البحور، والحوت ديالنا كتعدين اوروبا وتعدين الخير موجود تبارك الله. الخير موجود موجود فوق موجود، ولكن ما عرفناش منين جا هاد الغلا، منين جا هاد الغلا الله اعلم. هما اللي دايرين هاد الشيء، هما الناس المسؤولين. اش غادي يقول لك؟ لا ويا اخر هذاك اللي كيجي من الطرينيه من البحر كيجي للمرسى كيبيع الحوت رخيص، ولكن الحوت كيتصدر كيخرج على برا، وحنايا الدراويش هنا مطحونين نسري. ودابا انت كتشوف فين ولات دابا، كيقول لك الطلاق بزاف كدا، شحال يوكلها؟ نيشان عندك الحق، ما كيتجوجوش شحال يوكلها؟ الكرا غالي، المعيشه غاليه، ما هذه شحال يوكل هاد المراه وشحال يوكل هاد الدراري؟ المراه والراجل كيخدموا والولاد وكدا، ودائما الدبزه على الخوص في الدار. ما كاينش الغل، واش مطيشه كتعمل 15 درهم للكيلو؟ مارشي 5 الى رخاصت 10 درهم، وشحال كيربح هذا العامل؟ كاع دير له 4000 درهم، تقدوه؟ ما تقدوش، معك راه كان كاري 1500 درهم ما تقدوش. ما تقدوش، خصو يقيل في المحكمة مع المرأة. شمال انا بالدار ديالي وعندي الكاري والله العظيم دائما منوضني البنية انا والمرأة. عندهم الربح هما. اسكت. سمعتي ولا؟ هاد الشيء هذا الله يرطب بينا. وعلاش دابا الشتا ما كطيحش؟ عير ببنادم ولا ممسوخ؟ اللي عنده الملاير كيطحن الدراويش كاملين، كيصدر ما كيعرفوش، ما كيعرفوا شنو كيدخلوا. دابا في راس العام خصو يطلع الحساب شحال مليار دخل، اللي كيجيب العدس، اللي يجيب الحمص، اللي كيجيب هذا، اللي عيل برزوازيين ضاربين يدهم، والدرويش مطحون. ومازال دابا حنا هنايا طنجره الدراويش، الناس كلها كيجبر فين يخدموا ويبيعوا ويشرب في الزنايا. كنشوف الشوارع كلها عامره بالشوارع، ويقول لك لا بنادم معمر طرق فين غيمشي؟ شحال ياكل؟ الا خرجت للباديه بالله العظيم لا عرفتي تبكي بلا دموع. عندك الحق. مره مطحونين، انا ساحلي ومن الساحل ناحيه الازيله، والله مازال حنا قريبين ازيله، عندنا الطريق وعندنا البعض ردوا، شحال ياكلوا هاد الناس؟ شحال ياكل؟ عندك الحق. والو مشي يدير فلاحه كلها فلوس، خصو يشري، خصو يدير لانكيري، خصو يدير هادي، يدير هادي، المعاونه ما كايناش مره نهائيا. ودابا مثلا ها البطاطا هنا
والبطاطا 8 درهم 7 درهم 8 درهم 10 درهم. ايوا يا خور عنده خمسة ولاد مين غادي يجيو هاد الفلوس؟ خصك كيتخلص 500 درهم في النهار. اه شوف بالقليلة 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 هاد الحكومة هاد الحكومة اللي كتقول هذوك فيها عيال برجوازيين ملي كيجي الانتخاب اه الحمامية الزمورية انا رانا طلالي في راسي هاد الانتخاب عرفتي ولا؟ من الثمانينات وانا مع هاد وانت الزنقة كل حفافر وشو ملي كيكون الانتخاب اه الطوموبيل الديزمنه والصغارت والعشقي في النبي ولكن شكون اللي كيخور القضيه؟ هو الطبقه الكادحه شبر 50000 راك منه 100000 وهو جلسوا في البلديه والله الا تبارك الله عليك قول سيكون اه والله اه باش تاود باش يبقى كامل كيحيي كما شفتوا كانت هذه النهايه ديال الحلقه هذه ونتلاقوا في الحلقه اللي مازال واش من حاوه بغيتوا نزوروه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.